هاي، اليوم بكلمكم عن أجمل وأهم البراندات اللي نزلت في بوتيكات جوملا لندن، غني عن التعريف. رح أخذكم جولة على المنتجات المفضلة عندي والأساسية اللي لازم تكون في بيتكم. طبعاً أول شيء بكلمكم عن الفالفت روز، which is my favorite صراحة. فالفت روز ان أود، الكاندل يعطي طقوس حلوة للبيت، ريلاكسيشن، دفء للبيت، خاصة مثلا تسوون عزايم، تقعدون تسوي لكم جو. هو غني بريحة الأخشاب، ريحة فلورال، ريحة الجرينفول، كثير حلوة ريحته، وبعد العود، أنا أحب العود صراحة. فيعطيكم طقوس حلوة، حلوة بعد تحطونها بالمكتب، تحطونها في البيت، في الصالة، في الغرفة. والحين بكلمكم عن بيوني اند فلاش سويد، كثير حلوة ريحتها، فلورال، ريحة الزهور، شو تعطيكم طاقة حلوة، تعطيكم ريحة الجوسي، الريحة اللي تعطيكم المرح والسعادة، تحسون غير انه يعني تعطيكم الدفء والراحة والريلاكسيشن، بس كثير حلوة ريحتها، مثل ما قلت لكم تعطيكم الطاقة والمرح والسعادة. والحين بكلمكم عن الجيفت بوكس اللي هو يصلح قدمونه كهدية لكل المناسبات، سواء عيد ميلاد، مناسبات، خاصة الحين في رمضان تحتارون شو تقدمون هدايا. طبعا الحلو بيجو ملون لندن يقدمون لكم البوكس بشكل فخم جدا، مثل ما تشوفون، يعني شوفوا فخامة البوكس كيف لونه، يعطيكم انطباع حلو لما تقدمونه كهدية للشخص عزيز عليكم بالأعياد، بالمناسبات، برمضان، خاصة مثلا إذا أنت حابة تهدين حد عروس، حلو في سيت اب داخل، في الديفيوزر، الشمعة، راح أقول لكم طبعا شو داخل البوكس، بس مثل ما تشوفون كيف الجيفت رابينج، كيف كهدية الرابينج كيف مرتب، لونه يصلح لكل المناسبات. الحين بكلمكم عن اللي داخل البوكس. طبعاً شكل الرابين كيف فخم، وأنتوا تفتحونه تحسون بشعور السعادة، لونه يعطيكم لون، يعني هذا اللون بالنسبة لي الأف وايت، لون التفاؤل. طبعاً بهذه الطريقة يجيكم كيف شكل المنتجات من داخل. مثل ما قلت لكم بنات حابة تهدين واحدة توها متزوجة، صديقتك، عندكم هذا البادي اند هاند واش، حلو مهم جدا، يعني انت وانت تتسبحين يعطيك ريحة حلوة، ريحته اللايم بيسل والمندرين كثير حلوة، ريحته فريش يعطيكم شعور السعادة. ريحته لايم بيسل والمندرين، ريحة النظافة، ريحة الانتعاش، تحسين انت سوبر فريش، كثير حلوة ريحته، مهم جدا، خاصة مثل ما قلت لكم للعرايس. الحين بكلمكم عن الكاندل، طبعا موجود نفس الريحة، والكاندل حلو مثل ما قلت لكم بنات، تحطينه توك متزوجة جديد، تحطينه بالغرفة، بالصالة، بصالة الضيوف، بالريستروم، كثير حلوة ريحته وفريش، تعطيكم ريحة الدفء والهدوء والريلاكسيشن، كثير حلو الكاندل ومهم جدا تحطونه بكل مكان. طبعا المميز بشموع جوملا لندن انها هاند ميد، which is انها كلها مصنوعة صناعة يدوية وجدا فخمة شكلها منظرها عندكم في البيت. طبعا واحلى ما في جوملا لندن انه يناسب كل الاذواق وكل الشخصيات اللي انتم حابين تهدونهم، سواء من بوكسز سواء من برودكتس. طبعا واحلى ما في بوكسز جوملا لندن، انا دائما احب توصلني هدايا وبوكسات جوملا لندن، وانا متحمسة جدا بس توصلكم البوكسز من جوملا لندن، اشوف ردود افعالكم.